أهلا بكم، تحب تحصل على شهادة مترجمة باللغة الإنجليزية في الحاسوب؟ تابع ويانا الخطوات التالية. أولا تدخل إلى منصة عالم بها الاحترافي، واللي راح يتم إرفاق رابط المنصة مع هذا الفيديو. بعد ما تدخل إلى المنصة لابد أنه تنشئ حساب إذا أنت ما عندك حساب، أو إذا عندك حساب مباشرة تسوي تسجيل الدخول. طبعا إنشاء الحساب جدا سهل، معلومات بسيطة مثل ما تلاحظون عندنا هنا الاسم والبريد الإلكتروني، كلمة المرور تكتبها وتعيد كلمة المرور، وبالتالي راح يصير عندك حساب. جيد، بعد ما اكملت الحساب تجي الى تسجيل الدخول، وطبعا تدخل بياناتك اللي سويتهن مؤخرا، وطبعا تضغط على تسجيل الدخول. طبعا راح تظهر لك هنا اخر الدورات التدريبية المضافة في المنصة. جيد، انا هذه الدورات اللي مشترك بها، انت ممكن راح تلقى هنا صفر، راح تجي الى هذه الدورات. طبعا عندنا دورة اكسل بها شهادة، وعندنا دورة باوربوينت ايضا بها شهادة، ودورة فوتوشوب هذه ايضا بها شهادة، ودورة وورد. مثلا راح تجي الى اي دورة، مثلا انا راح اختار دورة فوتوشوب، وطبعا راح تضغط على الاشتراك بالدورة، وبعد ما تضغط على الاشتراك بالدورة راح تنتقل الى محاضرات الدورة. انا بما انه مشترك راح انتقل مباشرة الى المحاضرات. جيد، هنا راح تطلع لك مجموعة اختبارات اللي هي باللون الاخضر، وطبعا ضروري جدا انه تشاهد المحاضرات ومن ثم تنتقل الى الاختبارات. اللي باللون الاسود هذا محاضرات، واللي باللون الاخضر هذا اختبارات. طبعا تدخل على الاختبار، مثلا هذا اختبار رقم 1 لتحريك اي جزء في التصميم نستخدم الاداة. طبعا اذا لاحظ هنا بالاعلى عندنا محاولتين، راح اختار اي اداة مثلا الهاند ومن ثم ارسال. راح الاحظ انه الجواب خطا اذا اجي هنا الى قائمه الدروس، والاحظ انه عندي هنا علامه حمراء اي انه الجواب خطا. طبعا ضروري اذا لقيت انه علامه حمراء على السؤال لابد انه ترجع تختبر هذا السؤال. جيد، فراح اجي يعني اجاوب مره ثانيه لان عندي بعد محاوله، ضروري انه نكمل كل المحاولات اذا كان الجواب خطا. مثلا راح اختار اداه الموف ومن ثم ارسال. اذا لاحظ راح تطلع عندنا هذه النافذه، راح اختار العوده الى الدروس ومن ثم اكمل بقيه الاختبارات، وطبعا هنا راح تظهر عندنا علامه الصح. طيب اذا لاحظ انه انا كملت الاجابه على الاسئله، ولكن هنا ما ظهرت عندي الخيار الخاص بطلب شهاده. السبب انه عندي بعض الاسئله انا بعدني ما مجاوبهم بشكل صحيح وبيهن محاولات. اذا اجي على هذا الاختبار، وطبعا هذا الاختبار اللي هو رقم 8، وطبعا لاحظ انه الأسفل عندي هذا الاختبار اللي هو رقم 39، لأني لابد أنه أرجع عليهن أشوف أنه هذا الاختبار بمحاولة، بعد هذا الاختبار خلص المحاولات ألغي، هذا الاختبار أيضا بمحاولة، فلابد أنه أجاوبهن. وراح أجاوب على هذه الأسئلة وطبعا نرجع لكم. طبعا إذا لاحظ أنه طلعت لي هذه النافذة، رغم أنه أكو عندي بعض الأسئلة أنا ما جاوبت عليهن، ولكن خلصت المحاولات اللي بيهن. إذا أجي على هذا السؤال وهذا السؤال راح ألقى أنه خلصت المحاولة، نفذت المحاولة. طبعا لابد انه ننهي كل المحاولات حتى تظهر عندنا هذه النافذة. اذا اريد شهادة تراسلنا على هذا الواتساب حتى تدفع اجور الشهادة، طبعا اللي هي 10,000. مثل ما لاحظ انه تم تحميل الشهادة، فقط اضغط على تحميل الشهادة راح يتم تحميل الشهادة بنجاح. ان شاء الله نشوفكم كلكم من متخرجي عالم بهاء الاحترافي، وكلكم ان شاء الله تحصلون على شهادات بمستوى متقدم في جميع دورات المنصة.